الصراحة اعتزاز جا في وقته، كنا كنتمناو باللي يجي يكون شي انجاز لدابا، شي انجاز للاعبين هادو اللي قدموا الشيء الكثير صراحة، كانوا كيتقاتلوا، كنتمناو نشوفوا اللعابة ديال البطولة في الدريشم هادو في النفس اللي عند اللعابة. كتشوف بوصوفة بلي ما عندوش فريق ولكن عنده الروح القتالية وعنده النفس كيموت على الدرابو ديال البلاد، يعني تقريبا الدليل على انه خاد جوج جوائز ديال احسن لاعب في المقابلات، المقابلة الاولى والمقابلة الثالثة. لو كان التأهل ضد البنين غيكون غياخذ الرابعة لانه كان هو راجل المقابلة. كنشكرهم من هذا المنبر ديال البريس. وبالنسبة لبن عطية، بن عطية هو تسرع، يمكن ديما كان كيتسرع انه غادي يعتزل، كاين اللعابه المنتخب ما واقفش على واحد. بالنسبه للاعتزال ديال بوصوفه والاحمدي كنشكرهم من هذا المنبر وكنوجه لهم واحد التحيه، يعني هادو من الناس، من اللعابه اللي كيموتوا على القميص وكيبلوه بالعرق ديالهم، يعني بوصوفه الاحمدي وبزاف د اللعابه كنشكرهم على هذا. اما بالنسبه لبعض اللعابه يعني ما كانوا جايين يدوزوا السياحه في مصر. الله العظيم الا شدتني البكية، انا نشوف اللاعبين والجاي المتالق بحال هذا، يمكن يستحيل نعاودوا نشوفوا حتى نكونوا السوداويين، من الصعب جدا نعاودوا نشوفوا لاعبين بحال بوصوفه ابن قلميم. هذاك السيد هذاك راقي في اللعب ديالو، راقي في كل شيء. الاحمدي المقاتل، بن عطيه بدرجه اقل، لا ترقوني طريقه لاعبي، وافضل عليه بانون وفضال وزهير فضال بوفتيني الهدودي. عندنا كم هائل من المدافعين في هذاك البوست وما تعطاتهمش فرصه. اللاعبين اللي غاديين يعتزلوا تقريبا هما هادو، الاحمدي لاعب راقي وزوان ومقاتل، بوصوف الفنان ضرار مقاتل ولو في هذا العام هذا نزل النيفو ديالو بشكل كبير، بن عطيه يمكن زنيتي ما تعطاشوش فرصه، حتى هو اخر امل ديالو ضاع في كاس افريقيا، ممكن بونو مازال ممكن نشوفوا كاس افريقيا وحده اخرى. هادو هما اللاعبين اللي بانوا ليا وكنشكرهم بعدا على الاقل هذاك المجهود اللي قاموا به من 2011 لدابا. بالنسبه للاعتزال ديال اللعابه تنظن داك الشيء مساله كتخصهم هما، واحد الانسان بغى يعتزل المنتخب ديك تلقى خصوصيات ديالو، ما نقدوش ندخلوني في خصوصيات ديالهم، علاش اعتزلتي من المنتخب ولا علاش هذا، ديك مسألة كتبقى كتخصهم هما بزاف ديال اللعابه كان خصهم يكونوا يعني اعتزلوا، خصهم من بعد المونديال ديال روسيا خصهم يكونوا اعتزلوا، من بينهم الاحمدي، ديرار، البن عطيه، فيصل فجر، ولائحة طويلة، يعني هادو اللي غنقدر نقول لك. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.